بخصوص مقتل الدوري نائب رئيس الأسبق صدام حسين والكلام على أنه اتقتل في عملية للجيش وقوات الحشد الشعبي. دلالة هذا الخبر ده اللي هنقف عنده ونسأل أستاذ إبراهيم رجب مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالعراق. برحب بحضرتك معنا أستاذ إبراهيم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني أولا هل الخبر ده لأي مدى الخبر ده دقيق؟ إزاي توقفت عنده؟ إيه خلفياته؟ حسب ما ورد من معلومات من محافظة صلاح الدين التي تم فيها إعلان الخبر على لسان محافظها رائد الجمهوري أن عملية تمت الليلة الماضية أو مساء أمس لاستهداف مجموعة إرهابية تتحرك في منطقة تلال حمرين. عبارة عن 3 سيارات تم استهدافها من قوة أمنية عراقية مدعومة بقوات الحشد الشعبي المحلي لمحافظة صلاح الدين. نعم. وتم التعامل معها وقتل عدد كبير منها ومن بينهم انتحاريين. تبين بعد ذلك أن من بين القتلى عزة الدبري. طب ايه معنى هذا الكلام خاصة انه كان في وقت سابق؟ اتفضل. قال محافظ صلاح الدين انه سيرسل الجثة الى الجهات العراقية المختصة لتأكيد ان هذه هي جثة عزة الدوري وفقا لتحليل الDNA. طيب يعني لسه كنت هناقش مع حضرتك انه كان في وقت سابق كان في علامات استفهام بخصوص هل ان النظام الاسبق نظام صدام حسين او حزب البعث بيشارك او موجود على الارض بجانب داعش وبيقاتل مع داعش، وفي اوقات اخرى كمان تقال ان هو يعني داعش تحت امرة هذا النظام، فلاي مدى هذا الكلام دقيق لو صحت هذه المعلومة؟ هناك اتفاق رغم اختلاف منهج البعث عن منهج وتفكير داعش، لأنه هناك اتفاق على شيء وهو إسقاط الحكومة أو النظام التالي لإسقاط حزب البعث. يعني داعش تريد أن تسقط النظام الموجود، وأيضا حزب البعث يريد أن يسقط هذا النظام، وكل له منهجه المختلف وكل له طريقته، ولكنهما اتفقا على هذا الهدف هو إسقاط النظام الموجود. ولذلك كان هناك تحالف رغم الاختلاف الفكري، هناك تحالف ميداني لأن كوادر حزب البعث والقيادات العسكرية التي تركت الجيش العراقي انضمت في مجموعات تحت قيادة الدوري تحديدا بعد اعتبارا من 2003 وانتقلت في تحالفها مع جماعات القاعدة في البداية ثم الزرقاوي بعد ذلك لقتال المحتل الأمريكي أولا، ثم بعد ذلك بعد خروج الأمريكان من العراق تجدد الهدف في اتجاه آخر وهو إزالة هذا النظام لصالح البعث من اتجاهي ومن داعش بوجهة نظر أخرى، ولكنهما اتفقا بشكل مرحلي على إزالة النظام الموجود. طيب ممكن أستاذ إبراهيم تكلمني على شكل الاتفاق والتعاون ما بينهم، يعني يعني عسكريا وبيقاتلوا مع بعض ولا مثلا لوجستيا شكل التعاون إيه؟ لا حضرتك بالنسبة لأزر الدوري تحديدا هو رجل المال والتخطيط. يعني معظم ثروة العراق كانت بيد ويتحكم فيها أزر الدوري، فهو الممول الفعلي للنشاط العسكري الموجود، بالاضافه طبعا في هناك تمويل محلي او ذاتي كان يتبعه داعش اكثر من المجموعات البعثيه في داعش، هو المحليات بمعنى المصافي النفط الموجوده، الاثار المهربه، هذه مواد اخرى للتمويل لتنظيم داعش. ولكن الاتفاق الميداني أو عدم الاتفاق والتنسيق تحكمه العمليات الموجودة، ولا أحد يعرف يقينا كيفية عمليات التنسيق، ولكن كان هناك خلاف برز أخيرا بين البعث الذي كان يرمي إلى الرجوع من خلال مناصب قيادية في تنظيم داعش، وفوجئ بأن داعش يولي آخرين من الأجانب ومن العرب لقيادات التنظيم. هنا بدأت الخلافات، ولكن ما كان ما زال الاتفاق على الهدف المرحلي وهو إسقاط النظام الموجود
واجراء اكبر اشكاليات امنيه وسياسية له. طيب الخلافات دي أستاذ إبراهيم لأي مدى أضعفت هذه الجبهة أو خلت في تقدم للقوات العراقية في المشهد العراقي؟ يعني الوضع ميدانيا على الأرض شكله إزاي؟ ميدانيا هو كان يتم اللعب على وتر الطائفية ومن خلال الشائعات. يعني داعش اعتمد استراتيجية أو تكتيك بالمعنى الأصح اللي هو الصدمة والرعب، اللي هو أن يوهم العراقيين بأنه لا يقهر وأنه ومن خلال عمليات الذبح والحرق يحدث نوع من الصدمة لدى القوات المواجهة له، خصوصا بعد أحداث يونيو 2014 التي اجتاح فيها أكثر من خمس محافظات سنية في ذات أغلبية سنية بدعوى أنه داعش جاء لإقامة الخلافة، رغم أن الإحصائيات الموجودة تقول أن العرب السنة في المحافظات الخمس الضحايا أكثر من أي طائفة أخرى لتنظيم داعش. شكرا على هذه القراءة أستاذ إبراهيم رجب مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالعراق، شكرا جزيلا.